بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يروي آية الله السيد حسين تستغيب قدست روحه الزكية عن أحد الخطباء في مدينة بلد كان قد زار إيران أنذاك، وقال: لي صديق اسمه علي بن محمود الدجالي، قال: زار أخ لي اسمه جاسم مدينة سامراء لزيارة العسكريين عليهما السلام، وبعد أيام أتانا كتاب يذكر فيه أنه قد أصيب بالطاعون لأنه كان في سامراء وباء أنذاك، وقد جيء بأخي إلى بلد، فطفقت أمي تبكي وتنحب حتى جئت بها إليه، فوجدنا أخي على حافة الموت، فأصرت أمي على حمله إلى قريتنا، ولم أجد بدا من أن وضعته على نعش لحمله، فلما أصبحنا بجوار مرقد أبي جعفر سبع الدجيل السيد محمد عليه السلام، جعلت أمي تتضرع إليه وتبكي وتسأله أن يسأل الله تعالى الشفاء لولدها لأخي جاسم. ولما نزل من على السيارة وسرنا ودخلنا إلى الدار، في الليلة الثانية أفاق أخي في منتصف الليل فزعا خائفا، وفي نفس اللحظة فرحا ومسرورا، وهو يقول: إني قد عوفيت تماما. وكان أخي لا ينطق ولا يتفوه بكلمة، وكان متعبا جدا لا يستطيع أن يقف على قدمي، فوجدناه يتكلم واقف على قدمي، فسألناه عن الكيفية ماذا حدث، فقال أخي جاسم: رأيت سيدا استقبل القبلة وصلى ركعتين ثم رفع كفيه نحو السماء وقال: اللهم من عليه بالعافية. ثم أتاني السيد ووضع يده على جسمي وقال: اجلس، فقد دعوت الله عز وجل لك كرامة لأمك إذ ندبتني واستغاثت بي. فقلت: يا سيدي من أنت؟ فقال: أنا محمد ابن الإمام الهادي عليهما السلام. فقال أخوه فبارحته العلة وتركته، ولم يمض عليه أسبوع إلا ورجعت له العافية في أفضل ما يكون. لذلك علماؤنا الأعلام يذكرون هذا الختم لقضاء الحوائج عند السيد محمد ابن الإمام الهادي عليه السلام. لقضاء الحوائج والختم هو أن تصلي على محمد وآل محمد 92 مرة، تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وتودي ثواب هذه الصلوات لروح مولانا وسيدنا السيد محمد ابن الإمام الهادي عليه السلام سبع الدجيل، وتهديها نيابة عن صاحب الزمان سلام الله عليه، وهو من المجربات في قضاء الحوائج من قبل السيد محمد ابن الإمام الهادي سلام الله عليه. جرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.